أنا بشوف خيالات غريبة، بسمع أصوات مش موجودة، في حاجة غريبة بتحصل معايا. كل يوم حالتك تبقى أصعب من اليوم اللي قبله. مكتوب على الكبير لازم تعيشيه. استسلمي يا نور واقبلي وجوده في حياتك. مش هتشوفي النوم تاني. أنا بحبك يا ماما. جمال الحريم ابتداء من الأحد 10:00 KST على MBC 4.